اليوم أقيمت مباراة يتيمة وحيدة في دوري زي السعودي للمحترفين، المباراة المؤجلة في الجولة العشرين بين الفتح والاتفاق، الاتفاق الذي خير بين أمرين أحلاهما مر، أن تقام المباراة الآن أو تقام في وقت لاحق تحت ضغط المباريات. اختار أن يقيم المباراة في هذا اليوم، أن يلعبها بدون لاعبيه الدوليين وتحت ظروفه الصعبة وخسر. الاتفاق بالتأكيد يدفع ثمن الظروف، والفتح يواصل التألق هدفين بهدف. يجب كما يقول الفتحويون انه يفوز على ظروف الاتفاق في هذه المباراه. كره مقوله للعب، خطيره، جول خطيره، ركله جزاء، ركله جزاء على الفتح ان يفوز في هذه المباراه، وركله جزاء صريحه بالامكانيات الكبيره في وسط الملعب. حسين المقهوي راح يختار له زاويه، وين تروح؟ جول، هدف اول للمقهوي، هدف اول لابناء النخيل، هدف اول لابناء الاحساء، هدف اول على الفرحه الجماعيه بالصوره الكامله اللي تظهر. انتم شايفين هذه الفرحه، يقول ابناء الاحساء وابناء الفتح ان هذه الفرحه هي عباره عن صوره جماعيه رسمها الرسام احمد بحبيب لهم في الايام الماضيه وطبقوها في الايام الخاليه. وبعد ذلك فاز على الاتحاد، بعد ذلك فاز على الانصار والفيصلي في هذا الملعب، فقد كل الفوز، انكسر من امامه وحقق الانتصارات الاربعه على هذا الملعب. كره منقوله، شريف يخلص، خطيره خطيره، صالح بشير، هذا هدف 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 اول الاتفاق، جول للنواخذه، ما يصبرون ابدا، ما ينتظرون ابدا النواخذه، ما ينجرحون النواخذه ابدا، هدف التعادل. لما اقول لكم السيناريو لازم ينكتب بسطور جميله، لازم يكتب باقلام جديده، هدف للكوماندوز، هدف للنواخذه، 1-1، طلع شريف وابعدها في خط طريقه خاطئه، صالح بشير اللعبه من وين؟ اللعبه من وين؟ لعبها زامل السليم، صوبها زامل وراحت لبشير. كرة منقولة، إلتون جوزيه يغير اتجاه اللعب، أخذ واحدة، ربيع يلف حوالين نفسه، راح هناك المقهوي، ممتاز الفتح، رائع الفتح، يمرر الفتح، يلعب كرة، محاولة بالراس، اللعبة خطيرة، جول جول، الله يا أبناء النخيل، سواها الفتح قبل النهاية، سواها النموذجي قبل النهاية، وقايل لكم الفتح شكله قرب على الجول، قايل لكم الفتح شكله قرب على الجول. شكلها رايحه بالجول، هذه واحده ودوريس سلم وحطها براسه، ما يقدر فيها فايز. الف مبروك للفتح، حظا اوفر للاتفاق. محمد الصدعان، كيف تشوف اولا حظ اوفر لكم هذه المباراه؟ هل دفع الاتفاق يعني ثمن الظروف، ولا دفع ثمن انه ينافس في اكثر من جهه؟ طيب بدايه اخوي عادل خليني اصحح جزئيه بسيطه فضل. فيما تفضلت فيه، الاتفاق خير بتاريخين او بيومين كلاهما مر، اللي هو يوم الثلاثاء اللي كان يسبق مباراه الاستقلال الايراني، او يلعب يوم الاثنين اللي هو تاريخ المباراه اليوم. طالبنا مرارا وتكرارا انه تؤجل المباراه في اي توقيت اخر حتى لو ان تكون في نهايه الموسم، ولكن فوجئنا بالرفض للجدوله وتنظيم المسابقات. قدرنا هذا الموضوع وقلنا يعني احنا نكون مرنين مع الاخوان، ولكن للاسف الشديد، وخليني ما انسى اول شيء ابارك للاخوان في الفتح فوزهم اليوم، وفوزهم ما له علاقه في الموضوع اطلاقا، نبارك لهم فيه. طيب خليني اكمل، بس خليني ارجع محمد معليش ارجع بس اكد لي على المعلومه، المعلومات اللي عندي تقول انه اعطوكم خيارين، انكم تلعبون قبل مباراه الاستقلال بثلاث ايام، او بالضبط تلعبون في هذا الوقت بدون الدوليين بالضبط، واخترتوا وان في خيار ثالث سبق وطرح لكم انه تلعبون في الايام الجايه بس بيكون في ضغط مباريات، وانتم اللي رفضتوا. لا لا مو صحيح، مو صحيح، احنا طلبنا حتى لو كان في ضغط مباريات انه احنا نلعب على الاقل بوجود لاعبين الدوليين. اليوم الاتفاق يعاني من نقص 9 لاعبين. اليوم جمهور الاتفاق يطالب ويشوف الاختلاف اللي موجود في التعامل مع الانديه الاخرى.
الجولة 21 جولة مجدولة سابقا، جدول الاتحاد الآسيوي مجدول سابقا، منتخب مشاركته مجدولة، معسكر المنتخب مجدول. نفاجأ رغم مرونتنا مع لجنة المسابقات أو أيا كان متخذ القرار أنه يتم تأجيل جزء من مباريات الجولة 21. كيف ممكن يوجدون حلول لأربع أو خمس مباريات يتم تأجيلها ويرفض تأجيل مباراة الاتفاق لحين عودة الدوليين؟ بس جمهور الاتفاق يعاتبنا، جمهور الاتفاق يعاتبنا أخوي عادل. لازم يسمع الآن جمهور الاتفاق أنه إدارة الاتفاق سعت جاهدة لتأجيل هذه المباراة لتحسن وضع أجواء الفريق الداخلية، ولكن فوجئنا بالرفض. لماذا ومن المسؤول عن إقصاء الاتفاق عن المنافسة؟ طيب بس خلينا اليوم أثرت المباراة في إقصاء الاتفاق. خليني أأكد المعلومة عشان بس كمان نكون واضحين. أنتوا في الاتفاق طلبتوا بأنه تلعبون المباراة في الأيام الجاية بعد عودة الدوليين حتى لو في ضغط مباريات؟ قلتوا ما عندكم مشكلة؟ حتى إن كان ضغط مباريات أو حتى في نهاية الدوري، حتى لو أجلت إلى آخر جولة يكون الاتفاق مثل ما تم لعب المباراة هذه في مباراة واحدة والجميع متوقف، الاتفاق هو المتضرر. يعني ما اعطوكم المباراة محمد، ما اعطوكم لجنة المسابقات خيار بانكم تلعبون الايام الجاية بس بيكون في ضغط، يعني يمكن كل يومين ثلاث ايام مباراة وانتم ما رفضتم؟ اي جدولة تكون يا عادل، اي جدولة تكون، تكون بطريقة صحيحة، على الاقل تكون بينها اربع ايام. لا بس محمد، ان لم تجد لا هذه الاربع ايام، ان لم تجد هذه الاربع ايام فطلب الاتفاق انها تكون في نهاية الموسم. لا الان بس انت قاعد تجد اربع مباريات بس محمد، انت تجد حلول لاربع مباريات وعجزت عند ان تجد حل لمباراة واحدة؟ لا بس خلينا محمد ارجع مرة ثانية، لانه انت الان في شوي اختلف كلامك الان. طيب خليني انا اعيد لك الكلام على اساس ما تقول لي عادل. لا خليني اقول يا محمد، خليني اقول يا صاحبي انه اللي عندي، انتوا الان هل عرض عليكم خيار انكم تلعبون الايام الجايه بعد عوده اللاعبين الدوليين خلال الجولات القادمه بين المباريات بس ترى حيكون في ضغط لكم، وانتم قلتوا لا والله فيها ضغط كثير علينا خلينا نلعب الحين افضل؟ مو صحيح، ما في خيار ثالث، ما عرض هالشيء. مو صحيح، ما تم ذكروا للاتفاق اما ان تلعبون بالدوليين يوم الثلاثاء اللي سبق مباراه الاستقلال او يوم الاثنين. طيب لم يوجد اي خيار ثالث بالضبط. رفض اي خيار اخر للاتفاق بسبب الجدوله الدوري وعدم وجود مساحه للعب الفريق في اي يوم من الايام. طيب نفاجئ عادل بس اذا سمحت لي تفضل. نفاجئ يعني، وهذا ما يثير الاستغراب، توجد حلول لاربع مباريات، الفريق مشارك اسيويا، الاتفاق هو المتضرر. يعني الاتفاق من بدايه الموسم لم نذكر ولم نرفع اي استنكار او اي شيء سيء لمشارك، سواء كان منتخب بي منتخب الاولمبي، حاولنا جاهدين ان نقف مع منتخباتنا ولكن للاسف الشديد كما ترى. طيب محمد الحين، محمد الصدعان يقول الحين مباراه رفضوا يحطونها ما لقوا لها حل واربع مباريات الان تؤجل، من حق الجماعه يعتبرون. انا انت ايش رايك؟ اتفق مع الاخ محمد، يعني كان يفترض وفقا للسيناريو اللي قاله طبعا، وهو طبعا بحكم انه مسؤول في الاداره الاتفاقيه بلا شك انه يقدم التصور النهائي والواضح له، وانا اتفق معه تمام الاتفاق في هذا الجانب. كان يفترض لجنه المسابقات ان يكون في اجتماع، يعني مع احترامي ليش يكون التواصل عبر الورقة أو عبر الفاكس أو عبر الإيميل في مثل هالأشياء؟ لابد أن معرفة ظروف الفريق، الفريق عانى اليوم كثيرا من لاعبي المنتخب وغياب اثنين من لاعبي الأجانب وتسبب هذا في خسارة، هذا لا يبخس حق الفتح اللي قدم أداء ومستوى إيجابي، لكن بصراحة في هذه المرة لجنة المسابقات أخفقت مع الاتفاق كثيرا، خاصة أن نعرف أن فهد المصيبيح رئيس اللجنة سيعقد غدا مؤتمر صحفي يتناول فيه تأجيل مباريات بعض الفرق اللي منها الهلال والاتحاد والشباب. إذا كان يفترض الاتفاق أن يكون مع هذا بحكم أنه مشاركات الخارجية. أعطينا الفتح عشان بس ما يزعلون علينا. الفتح حقيقة أيضا بالرغم من كل الظروف إلا أنه يقدم نفسه، مش أول مرة يعني يتغلب على الفرق الكبيرة الفتح. بلا شك، يعني الفتح دائما الفرق المستقرة يا عادل تدريبا هي الأكثر نجاحا وتأهيلا. طيب يعني لاحظنا، لو تلاحظ الفتح، الاتفاق، الشباب، الأهلي، هي المستقرة إداريا وتدريبيا، هي أكثر
ما أكثر الفرق التي نجحت في خطف النقاط. بالنسبة للفتح قدم مستوى إيجابي، نجح في إحراز الفوز، لاعبيه يعني التزموا بخطة المدرب اللي تواصل في هذه المباراة، سالمو رأس الحربة نجح في الوصول الآن إلى 10 أهداف، وكان أحد عوامل الفوز للفتحاوي. هو أحد الفرق أيضا النموذجية في يستحق الدوري، يستحقون الألف مبروك عون، حظ أوفر للاتفاق الذي بالتأكيد يعني الظروف قهرت أيضا في هذه المباراة، وهو يواجه أيضا فريقا جدا خصما.